يعطيكم العافية، أنا زميلتكم الدكتورة سندس حراحشة، رح أكون معكم بشرح مادة اللاب للأور السيستم. أول كيس عنا اليوم بعنوان COPD. أنتوا درستوا أكيد من خلال سيستم الأور إس موضوع COPD من جانب البيسك، أوكي؟ هون رح نركز عليه من جانب جديد اللي هو الكلينيكال، يعني أنتوا كيف تتعاملوا معه لما تدخلوا على المستشفى، كيف بتكون تتعاملوا مع حالات COPD، كيف بتشوفوها فعلياً. كيس COPD لما بتشوفوها على أرض الواقع ما رح تنسوها بحياتكم، بيكون تيبيكال ميل أولد، عمره تقريبا هيك بيكون من 55 ل60، فوق 60 حتى، بيكون سموكر صار له أكثر من 20 سنة، بيقح قحة ما بتنسوها طول حياتكم. يعني هيك لما أصلا إحنا صرنا يعني بعد ما يعني داومنا بالباطني خلص صرنا بس نسمع البيشنت بيقح قحة معينة نعرف إنه هاي كيس COPD، تمام؟ فاليوم رح نركز على COPD من ناحية كلينيكال، تمام؟ أول جانب بنركز عليه لما نروح على المستشفى إن شاء الله، بس أنتوا كمان تروحوا المستشفى على خير، اللي هو الهيستوري، والهيستوري هو أهم جزء، تمام؟ لما إحنا نتعامل مع البيشنت. في عندنا البيشنت تبعنا اليوم اسمه مستر علي. مستر علي is a 60-year-old man، أوكي؟ فأول إشي اللي هو الإيج، تمام؟ عمره 60 سنة، ميل، تمام؟ إجانا على الأوت بيشنت كلينيك، يعني اجانا على العياده ما اجانا على الامرجنسي روم. فلما بيكون بيحكي لنا هاي المعلومه يعني بدنا نعرف انه هي مش سيفير، هاي الكيس مش سيفير، نوت سيفير، لانه لو هو سيفير كيس هسه الحاله اللي هو فيها جاينا عليها العياده ما بيجيني بالعياده، بيجيني على وين؟ على الامرجنسي، تمام؟ عنده 1 year history of exertional dyspnea. ايش يعني exertional dyspnea؟ exertional dyspnea هون شرح لنا اياها، تمام؟ هي عبارة عن exertional dyspnea، هو انقطاع بالنفس، ضيقة النفس، اوكي؟ exertional اللي هي بتصير مع الاكسرسايز، مع الحركة، اوكي؟ يعني هو قاعد مرتاح ما بصير عنده ضيقة نفس، تمام؟ فالexertional dyspnea هي عبارة عن shortness of breath during ايش؟ exercise. It produces a sensation of not being able to get enough air. بحكيك مش قادر أخذ نفس، مش قادر ألقط نفس، أوكي؟ And the feeling of being out of breath. تمام؟ يعني كيف لما إحنا يعني نركض لمسافة طويلة بعدين مش قادرين نأخذ نفس، هم هيك بس على مسافات بتكون قليلة جدا على المشي، تمام؟ أوكي. فإذا هو إيش اللي بشكي منه؟ exertional dyspnea، تمام؟ that was slowly progressive over time، يعني مع الوقت قاعدة بتصير أسوأ، أوكي؟ he has difficulty going up two flights of stairs، يعني ما بقدر without resting، يعني ما بقدر يطلع درجتين بدون ما يرتاح، تمام؟ هاي بتدل إنه هي يعني severe shortness of breath عنده، تمام؟ he also noted having almost daily cough، عنده قحة يوميا. That is associated with the production of a small amount of mostly clear sputum، يعني عنده بلغم، تمام؟ احنا بهمنا بالسبيوتم، بهمنا الكمية، بهمنا اللون، فهو بيحكي لك هون clear sputum. اوكي، جنرالي بيصير ايش ماله؟ yellow in color. He also reported having some wheezes when walking briskly. اوكي، لما بيمشي بشكل سريع بحس انه في صفير عنده بصدره، اوكي؟ طيب هون بحكي لنا انه during the winter season بالشتاء his symptoms become worse، بيصيروا اسوأ اعراضه، اوكي؟ and he was treated twice for that in the emergency room. هسا لما يحكي لنا انه هو دخل مرتين على الطوارئ معناته هي ايش؟ الكيس سيفير. مستر علي denies hemoptysis. ايش يعني hemoptysis؟ يعني coughing blood، ما بيقح دم، تمام؟ he also has been smoking 2 packs of cigarettes per day for the last 40 years. اوكي، هاي اهم اشي بالهيستوري، تمام؟ اللي هو السموكينج هيستوري، يعني صار له 40 سنة بدخن يوميا، باليوم بدخن باكيتين، تمام؟ فهاي يعني ايش؟ extensive smoking history. other details، اوكي، يعني هيك احنا حكينا بشكل عام عن الهيستوري. في عنا كمان اجزاء من الهيستوري بتخص باقي اجهزة الجسم، اوكي؟ بحكي لنا انه he noticed bilateral ankle swelling، اوكي؟ بانتفاخ في حوالين الانكل عنده، وكان bilateral على الجهتين، ما عنده لا chest pain ولا palpitations، ما عنده رفة، ما بحس بخفقان بقلبه، ما عنده IgI complaints،
تمام. الباست ميديكال هيستوري والباست سيرجيكال هيستوري فري، ما في عنده اي شيء سيجنيفيكانت. السوشيال هيستوري هو ريتايرد تراك درايفر، يعني سائق شاحنه تمام، ومتزوج تمام. طيب ايش بهمنا كمان هون؟ بهمنا الميديكيشنز اللي ماشي عليها. ماشي عنا على اتروفنت كومب اوكي از نيدد، يعني قد طبعا الاتروفنت كومب هو الاسم التجاري. الاتروفنت كومب هو عبارة عن دوايين اللي هو الابراتروبيوم والفينوتيرول. الابراتروبيوم هو سامة تمام، شورت اكتنج مسكرينك انتاغونيست تمام. تعرف ان المسكرينك انتاغونيست بيعملوا لنا ايش؟ برونكو دايليشن، بيوسعوا القصبات وبيحسنوا النفس اوكي. والفينوتيرول هو ايش؟ سابا شورت اكتنج ايش؟ بيتا اغونيست، بيتا 2 اغونيست. فهذول الدوايين موجودين بالاتروفنت كومب، اتروفنت كومب تمام، باخذهم از نيدد، يعني لما يحس انه نفسه متضايق باخذه اوكي. في عندنا السبايريفا باخذه وانس ديلي، هو عباره عن تيوتروبيوم. تيوتروبيوم اللي هو لاما لونج اكتنج مسكرينك انتاغونست، بالتالي هو احنا ممشينه على برونكو دايليترز 2 شورت اكتنج 1 لونج اكتنج اللي هو ايش؟ تيوتروبيوم. طيب note that he has been having these symptoms persistently for 1 year، يعني اعراضه مستمره لسنه كامله. This might make you want to exclude asthma and allergies. انتوا بتعرفوا ان الازمة والالرجيز الحساسيات تيجي على شكل ايش؟ على شكل ما بتيجي مستمرة الاعراض، الاعراض بتروح وبتيجي تمام؟ اوكي. نفس الاشي الالرجيز حسب ايش التعرض للاشي اللي سببنا الالرجي، بس هون اعراضه مستمرة طول السنة، فهي بتخلينا احنا to exclude، يعني انا اطلع من الديفرنشال دياجنوسز الازمة والالرجيز اوكي. طيب كيف انا بدي اعمل interpretation للهيستوري؟ كيف بدي افسر الهيستوري تبعي؟ اولا الايج، الايج دائما بهمنا بالهيستوري اوكي. علي عمره 60 سنة، بالتالي هاي الايج جروب كان انديكيت ماتش اباوت ذا ديزيز، ممكن تحكي لي اكثر عن المرض. بدكم تعرفوا ان الكرونيك برونكايتس والسي او بي دي بياثروا على مين؟ على الاولدر بيشنت، يعني انا لو اجاني بيشنت نفس الاعراض تمام عمره 24 سنة ما راح افكر بسي او بي دي، لان السي او بي دي بيصير على عمر فوق الخمسين تمام بأولدر بيشنتس. برضو ممكن نفكر بهارت فيلير بما انه صار عنده ايش؟ انكل سويلنج، ورح نحكي عنها ايش بالتفصيل. برونكيال ازمة appears in younger age groups، بالضبط لو احنا كان الايج younger اكثر من هيك ممكن نفكر بازمة. هلأ المين سيمتمز او chief complaint في عندنا اللي هي الاعراض الاساسية اللي بشكي منها المريض كانت الدزنية، الكف، السبيوتم والويز. طيب ايش الريسك فاكتورز اللي موجوده عندي بالهيستوري تمام؟ الايج حكينا، الاولد ايج، الباترن اوف سيمتومز، الباترن اوف سيمتومز كان عنده بروجريسيف يعني اعراضه مستمره تمام. وفي عنده برضه السموكينج تمام، والاي ار فيزيتس حكينا انه بالشتاء راح مرتين على الاي ار تمام. طيب هسه بدنا نحكي عن الديفرنشال دياجنوسز. الديفرنشال دياجنوسز ايش يعني differential diagnosis؟ يعني انا بدي اطلع على كل الـ possible disorders اللي ممكن تكون مسببت لي اعراض المريض تمام. by looking at Ali's symptoms it is important to rank differential diagnosis، يعني شو الـ most likely diagnosis، شو الـ least likely diagnosis اوكي، نرتبهم من الـ most likely للـ least likely. we can interpret that he، يعني احنا بالـ top differential عنا اللي هو الـ COPD اوكي. بدكم تعرفوا انه هون عامل لنا مقارنه بين السي او بي دي والازمه. السي او بي دي الريفرسبل، الدمج بيكون مستمر، الاعراض بتسوء مع الوقت تمام، وما حيتحسن، won't improve with bronchi dilator or with time، يعني بالعكس مع الوقت تمام بيصير أسوأ الاعراض. while ازمه is reversible اوكي. also there is remodeling of the bronchial wall in COPD، بصير في عندهم remodeling بالوالز تبعهم اوكي. the end result بالتالي رح يصير في عندهم obstruction mainly during expiration، وفي عندهم wheezing during wheezing during expiration. خلينا اشرح لكم اياهم. هم عندهم الدمج progressive مستمر، بالتالي البرونكيال وول بصير فيه remodeling تمام، اعاده تاهيل، يعني بيحاول انه يبني حاله مره مره ورا مره ولا مره بس ما بقدر اوكي. بالتالي بالنهايه رح يصير عندهم obstruction،
الأوبستركشن بيصير during expiration، والأوبستركشن لأنه صار during expiration بسبب عندهم إيش؟ wheezing during expiration، بصير عندهم صوت صفير على الإكسبيريشن. تعرفوا أنها في عندنا inspiration وإكسبيريشن، لما يعملوا expiration إيش؟ نسمع صوت صفير. تمام. also في عندنا من الديفرنشال رقم 2 اللي هو interstitial lung disease، بس مش كثير إحنا شاكين بالinterstitial lung disease. ليش؟ but such disease does not cause wheezing، ما بعملنا wheezing الinterstitial lung disease، ونوع الكف بتكون dry non-productive cough. هون كانت عنده productive cough والسبيوتم كان clear، اوكي؟ فهذا الاشي بيخلينا to exclude الinterstitial lung disease. برضو في عنا combined emphysema. شو يعني combined؟ سوري، combined emphysema هي COPD مع lung fibrosis، بس إيش؟ it is not that common. برضو رقم 4 chronic bronchitis، آخر إشي ال heart failure. وليش شكينا بال heart failure؟ عشان عنده إيش؟ اللي هي ankle swelling. في هون معلومتين بدكم تعرفوهم، إنه not all patients okay عندهم أزمة و chronic bronchitis عندهم obstruction، يعني مش كل حدا عنده emphysema معناته عنده obstruction، يعني مش كل حدا رح يكون عنده wheezing، اوكي؟ يعني اذا ما سمعت wheezing مع يعني مش كافي انك to exclude COPD، اوكي؟ it is rare to have a patient with a pure emphysema، هاي معلومة مهمة، تمام؟ without chronic bronchitis، يعني نادرا ما يكون البيشنت عنده pure emphysema، يعني emphysema لحالها، بالعادة بتكون combined مع chronic bronchitis، يعني الانفيزيما والكرونيك برونكايتس بيجوا مع بعض، اوكي؟ على الفيزيكال اكزام مش حكينا هسه عن الهيستوري، حكينا كل اشي بالهيستوري، تمام؟ النقطة الثانية بالتعامل مع المرضى بتهمنا كثير بموضوع الكلينيكال اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن، تمام؟ جنرالي بحكي لنا شو الفيزيكال اكزامينيشن للبيشنت تبعنا، كان البيشنت كومفورتبل، تمام؟ كان مرتاح، مش تكبنك، هي از نوت تكبنك، ما بتنفسها بشكل سريع، does not use the accessory muscles، اوكي؟ هسه بتعرفوا انه احنا بالريسبيريشن في عندنا مين مسلز اوف ريسبيريشنز وفي عندنا اكسسوري مسلز، اوكي؟ بالوضع الطبيعي احنا بنستخدم اللي هم المين مسلز، مثال عليهم الدايفرام، لما الواحد بيكون اندستريس وعنده هايبوكسيا بيستخدم الاكسسوري مسلز، تمام؟ اوكي، زي الستيرنوكليدوماستويد، هاي بتدل على انه البيشنت عنده سيفير هايبوكسيا. ريممبر فروم ذا كيس هي هاز اكزرشنال ديسنيا نوت ان ريست، اوكي؟ بالتالي هو كانت الديسنيا تبعته مش ات ريست، كانت اكزرشنال، اوكي؟ وهاي ممكن احنا نعرفها from the test that we can use to investigate is 6 minute walking test، اوكي؟ يعني اخليه يمشي لمدة 6 دقائق واشوف اذا صار عنده ديزنية، اوكي؟ اتأكد انه والله هاي البيشنت عنده exertional ديزنية، اوكي؟ and no cyanosis، على الفيزيكال ما كان عنده cyanosis. شو يعني cyanosis؟ اللي هو ازرقاق، blue discoloration of the lips mainly، احنا بيهمنا cyanosis باللبس، اوكي؟ بحكي لنا هون معلومة كثير مهمة وكثير كنا ننسأل عنها بالراوندات، اوكي؟ عشان احنا نشوف السينوسز اللي هو البلو ديسكلاريشن لازم يكون في عندنا 5 جرامز اوف الهيموغلوبين دي اوكسجينيتد، يعني الهيموغلوبين لازم 5 غرام منه يكون دي اوكسجينيتد، يعني مش حامل اكسجين عشان احنا نشوف السينوسز، تمام؟ برضه هاي معطينا الفايتلز تبعونه، الفايتلز تبعونه البلد بريشر نورمال 130/82، السيستوليك سلايتلي اليفيتد، يعني احنا طبيعي عندنا 120/80 سلايتلي اليفيتد السيستوليك، البلس نورمال، البلس الطبيعي من 60 لـ100، الريسبيراتوري ريت نورمال، النورمال من 14 لـ20، التمبريتشر برضو نورمال، هلا الاكسجين ساتوريشن عنده 92% which is reduced، لأنه بحكي إنه هون النورمال أكسجين ساتوريشن 96% وفوق، أوكي؟ بس بحكي إنه من 92 لـ94 ما بعتبرها سبيل، أوكي؟ إحنا كيف بنشوف الأكسجين ساتوريشن؟ من خلال جهاز اسمه البلس أوكسيميتر، رح أورجيكم إياه لقدام. هلا على الهاندز برضو جينا فحصنا الهاند، لقينا عنده فاين تريمرز، رجة خفيفة. إيش سبب الفاين تريمرز؟ إنه هو مش ماشي على بيتا 2 أجونست، أوكي؟ البيتا 2 أجونست عند القصبات بتعمل لي برونكو دايلاشن، بتوسع القصبات، بس على البلد فيسلز بتعمل لي فيزو كونستريكشنز، تعمل عندنا constriction تضييق في الفيسلز، اوكي؟ في الأوعية الدموية، هذا الاشي هو اللي يسبب عنده الفاين تريمرز، تمام؟ في عندنا هون البوكس كثير كنا نسأل عنه بالراوندات، انه ايش هي اللونج ديزيزز اللي بتعملنا كلوبينج؟
إذا ما عمركم شفتوا كيف شكل الكلابينج هيك بيكونوا، شايفين كيف الأظافر بيصيروا؟ تمام؟ فعليا إحنا شفنا كيس بالمستشفى نفس الشكل، تمام؟ حتى كانوا على الإجراء كمان هيك أظافر إجراء كانوا، تمام؟ فهي إيش سوري إيش اللونج ديزيزز اللي بتعملنا كلابينج، اللي هي اللونج كانسر تحديدا أي نوع اللي هو الأدينوكارسينوما والبولمونيري فايبروسيس. إيش السؤال اللي دائما كان يجينا بالامتحانات؟ إنه all of the following lung diseases causes clubbing except يكون في بالخيارات COPD أو أزمة، تمام؟ فبتكون تعرفوا إنه لا COPD ولا الأزمة بيعملوا لنا كلابينج، تمام؟ هسا بالنسبة للفيزيكال إكزام أوف التشست واللونجز، على الإكزام شفنا إنه التشست كان بيرل شيبد، أوكي؟ هيك شكله، تمام؟ زي البيرل، أوكي؟ هاي يعني مش أكيد هيك شكله بالضبط، بس يعني تقريباً عشان تعرفوا تتخيلوا. ليش؟ لأنه في عنا إير ترافينج، تمام؟ زي كأنه منفوخ بهواء. بالتالي الـ AP diameter اللي هو الـ anterior posterior diameter of the chest حيزيد، تمام؟ normally 2-1 and بيكون في عنا decreased chest expansion. هاي نوع من أنواع الفيزيكال اللي إحنا بنعمله، هاي حطيت لكم صورة إله، تمام؟ إنه إحنا بنحط إيدينا على الـ chest تبع الـ patient ونحكي له خذ نفس ونشوف قديش بتوسع، قديش أصابعنا ببعدوا عن بعض، تمام؟ هسا بحالة الـ COPD بصير في عنا decreased chest expansion، تمام؟ برضو في عنا على البيركوشن بصير في عنا hyper resonant، اوكي؟ على البيركوشن الصوت بيكون عالي، اوكي؟ هاي اسمعوها برضو على اليوتيوب، اكتبوا اللي هو percussion in COPD، تمام؟ تسمعوا كيف بيكون hyper resonant. احنا طبيعي يكون resonant انه في عنا اير بشكل نورمال، فاحنا بنسمع على البيركشن ريزونانت. بحالة COPD لانه في عنا اير ترابينج بيكون هايبر ريزونانت. هاي عبارة عن باثولوجيكال بيركشن انديكيتيف، بدل على انه في عندي هايبر انفليتد لونجز، اللونجز هايبر انفليتد فيهم هواء زيادة من الادفانس COPD بيكوز اوف الهايبر انفليشن بسبب الانفيزيما. هسا البريث ساوندز لما احنا نستخدم ستيثوسكوب ونسمع الاصوات اللي هم البريث ساوندز بصير في عنا ديكريز البريث ساوندز. زي ما بتعرفوا انه التايدل فوليوم بتقل، يعني الكميه الهواء اللي انا بدخله بطلعه بتقل بالسي او بي دي، بس الريزيدجوال فوليوم تمام بتزيد، تمام؟ الريزيدجوال فوليوم لانه ليش بتزيد؟ لانه انا صار في عندي اير ترابينج بسبب الاوبستراكشن. وبدكم تعرفوا انه هاي الفايندينج فيري كلاسيك اوف السي او بي دي، تمام؟ هسا على الانسبيريشن برضه بالستيثوسكوب بنسمع فاين انسبيراتوري بازلر كراكلز. بازلر يعني عند اللونج بيس، تمام؟ اللي قريب من الديافرام. نسمع على الانسبيريشن كراكلز زي صوت فرقعة، تمام؟ برضو هاي شوفوها على اليوتيوب عشان تقدروا تتخيلوها، بس هاي الفايندينج بدكم تعرفوا انها مش سبيسيفيك للسي او بي دي، ممكن نشوفها بكثير امراض، تمام؟ بالتالي صار في عنا اكسبيراتوري ويزنج، انسبيراتوري كراكلز، هذول بنشوفهم على الفيزيكال بالسي او بي دي. على الهارت ممكن نسمع لاود بي 2، وهاي يعني حتى الأخصائيين بدهم وقت حتى يعرفوا يسمعوها، تمام؟ P2 اللي هو الـ closure of the pulmonary valve، تمام؟ إحنا بس نتعلم على الستيثوسكوب بنسمع اللي هم الـ closure of the valves، زي ما بتعرف يعني 4 valves، أوكي؟ فالpulmonary valve اللي هو الـ closure تبعه بيزيد، أوكي؟ والheart sounds بصيروا distant بعاد، أوكي؟ ليش؟ لأنه بسبب الـ COPD بصير عندهم pulmonary hypertension. هسا حشرح لكم بالضبط كيف بصير الـ pulmonary hypertension، بسبب أنه زاد الـ blood pressure in the right side of the heart، فهذا الإشي بيعمل لنا loud P2. هيك احفظوها، يعني صعب عليك هسا تفهموا ليش بصير عندنا loud P2، فاحفظوها. على legs ممكن نشوف bilateral ankle pitting edema، تمام؟ pitting edema يعني انتفاخ. pitting أنه لما أنت تضغط على الإديمة بيصير بيطبع مكان إصبعك، تمام؟ هاي معناتها بيتينج، وهاي صارت سكندري للبولمونري هايبرتنشن. هسا أشرح لكم بالضبط كل هاي يعني آخر فقرتين ممكن ما فهمتوها أشرح لكم إياها، تمام؟ interpretation as mentioned above حكينا في عنا expiratory wheeze و inspiratory crackles بسبب إيش؟ turbulent flow in the airway، تمام؟ خليني أشرح لكم إياها. تخيلوا في عندك أنبوب، أوكي؟ أنبوب بتنفخ فيه هواء، تمام؟ هسا لو صار فيه obstruction، لو حطيت فيه مثلا كرة أو حطيت فيه أي إشي حطيته بالأنبوب، كيف رح يصير الفلو بالأنبوب؟ تمام؟ رح يصير turbulent، ما رح يكون smooth. turbulent يعني عشوائي، مضطرب، مخربط، تمام؟ عكس smooth، أوكي؟ ف
فبسبب انه الفلو صار تيربلنت، هسه انت تخيل انت قاعد بتنفخه بانبوب ما فيه اشي، وتخيل انك حطيت فيه اشي وقاعد بتنفخ فيه، صح؟ بصير فيه صفير، ممكن تسمع اصوات غريبة انت ما سمعتها، تمام؟ فنفس الاشي بصير فيه عندنا، بدكم تتخيلوه بصير باللنج، تمام؟ طيب effect of hypoxia of the lung tissue على pulmonary vessels. بدكم تعرفوا انه في مشكلة كبيرة بتصير بالناس اللي عندهم COPD، انه بصير عندهم hypoxia، تمام؟ نقص في الأكسجين، تمام؟ هذا الإشي بيأثر على البلمونري فيسلز، الأوعية الدموية الموجودين عندنا في اللنج. كيف؟ هسه لما بصير عندنا هايبوكسيا، هذا الإشي بيسبب فيزو كونستريكشن، إنه الفيسلز بصير إيش؟ تتضيق، تمام؟ لما تتضيق الفيسلز بتزيد عندنا الريزيستنس، بتزيد المقاومة، تمام؟ بالتالي هسه انا كرايت فينتريكل، مش انتو بتعرفوا انه في عندنا ليفت فينتريكل ورايت فينتريكل، والرايت فينتريكل بضخ للرئة والليفت فينتريكل بضخ لكل الجسم. فالرايت فينتريكل بده بمب البلد against high resistance in the pulmonary vessels، مش البلمونري فيسلز زادت المقاومة فيها، فصار الرايت فينتريكل بده قوة أكثر عشان يضخ against the high resistance، تمام؟ بالتالي إيش حيعمل لي هون؟ pulmonary hypertension، رح يصير عندهم إيش؟ ارتفاع بالضغط بالبلمونري vasculature على اللونج تيرم، والرايت فينتريكل مع الوقت رح يتعب، تمام؟ العضلة تبعت الرايت فينتريكل رح تتعب، ورح يصير في عنا رايت فينتريكولار فيلير، which is signed، مين بدلنا على انه صار في عنا رايت فينتريكولار فيلير؟ اللي هو الإدمة بسبب stasis in the superior vena cava and the inferior vena cava. خلينا اشرح لكم اياها. تخيلوا انه الرايت هون، رسمت لكم اياها رسمه هون، هاي عنا الرايت فينتريكل، اوكي؟ تمام، بضخ دم لوين؟ لا اللنجز، هذول عيون طبعا بس اعتبروهم لنجز، تمام؟ تخيلوا انه زادت المقاومه باللنجز هون، ففعليا هون صار عيون، بس لا خلينا نشيلهم عشان تقدروا تخيلوهم. زادت المقاومه باللنجز، رح يصير في عندنا مقاومه against البلد اللي بيطلع لنا من الرايت فينتريكل، تمام؟ فالرايت فينتريكل رح يصير يحاول يضخ بقوه اكثر، تمام؟ عشان يوصل البلد لللنجز، بالتالي رح يتعب، فبصير ما بطل يضخ زي اول، تمام؟ فبصير كل الدم، مش انتوا بتعرفوا انه احنا في عندنا superior vena cava، تمام؟ superior vena cava من فوق بيجيب كل البلد من الابر بودي، وفي عندنا inferior vena cava بيجيب كل البلد من جسمنا من تحت، تمام؟ وكلياتهم بيروحوا وين؟ على الرايت فينتريكل، تمام؟ فتخيلوا انه الرايت فينتريكل مش قادر يضخ بشكل كافي، فكل البلد رح يتجمع وين؟ بالرايت فينتريكل، وين يرجع لي؟ على الاي في سي والاس في سي، تمام؟ تمام. فلما يرجع على الاي في سي بصير ايش؟ البلد بالفيسلز بيزيدوا، تمام؟ فايش بيعمل لي؟ بيزيد اشي اسمه هيدروستاتيك بريشر، اكيد سمعتوا فيه لما درستوا سيستم السي في اس، تمام؟ بيزيد عندنا الهايدروستاتيك بريشر باللور لمز، بالتالي لما بيزيد الهايدروستاتيك بريشر بيصير يدفع الفلويدز لوين؟ للاكسترا سيليول، للاكسترا فاسكولار كومبارتمنت، يعني الفلويد بدل ما يكون بالاي في سي من جوا بيصير يطلع لوين؟ لبرا، تمام؟ وبيعمل لي الادمه، تمام؟ This is how chronic hypoxia بتعملنا lower edema، تمام؟ فهمتوا شو الرابط بين انه هو عنده edema حوالين الانكل وانه ايش عنده COPD، تمام؟ طيب ايش الفحوصات اللي بدي اعمل اياهم؟ الانفستيجيشنز، اول اشي بدنا نعمل اناتوميكال اسسمنت، بدي اشوف الاناتومي تبعت اللنج، بطلب chest radiograph اكس راي، وبطلب كمان chest CT. طبعا ايش بدنا نشوف على هون؟ جايبين لنا صورة نورمال، تمام؟ وهاي كيس COPD عشان تعرفوا تقارنوا، تمام؟ بحكي لنا بصير في عندنا enlargement باللنج، لانه احنا شو حكينا؟ بصير في عندنا air trapping، الهواء بيحشر باللنج فبتكبر، تمام؟ This x-ray is highly suggestive of COPD، هلا رح اورجيكم اياه. رح تلاحظوا انه الهارت بتكون small، ليش؟ لانه اللنج قاعدة بتكبر فبتضغط على الهارت، تمام؟ بتضغط على الميديستاينم، فبيكون في عندنا small heart narrow mediastinum. برضو تخيلوا ان في عندنا هواء كثير بضغط على الدايفرام، فالدايفرام بيكون فلات، وبرضو كل ما كيف الاير موجود على الاكس راي لونه اسود، تمام؟ فبما انه في عندنا هواء اكثر بالتالي بيصير ايش؟ داركر، اسود اكثر. تعالوا خلينا نشوف. اذا بتلاحظوا اولا شوفوا الدايفرام، تمام؟ شوفوا الدايفرام هون كيف كان دوم شيب، هون فلات، تمام؟ بسبب الهواء الزيادة. شوفوا كمان انه المساحة من هون لهون، من هون لهون اوسع.
شوفوا حجم الهارت، وكمان لاحظوا على اللون، هون أسود هون أفتح، تمام؟ هون فاتح، هون على أغمق يعني أسود أكثر. شوفوا حجم الهارت هون، هاي الطبيعي. شوفوا قديش هون صغير، شوفوا الميديا ستاينم قديش هون متوسع، تمام؟ إيش كمان؟ خلاص حكينا إنه داركر وفلات دايفرام وسمول هارت، تمام؟ طيب برضو إيش حكينا ممكن نعمل، اللي هو السي تي. هون برضو جايب لكم نورمال، وجايب لكم حالة سي او بي دي اللي هي هاي انفيزيما تحديدا. طبعا بدكم تعرفوا ان السي تي هو الموست اكيوريت فور دايجنوستس اوف ذا ديزيز، يعني اكثر اشي اكيوريت دقيق في تشخيص سي او بي دي هو السي تي. ذس شغلس انفيزيما and there is destruction of the wall of the alveoli. زي ما درستوا بالانفيزيما انه بيصير في عنا destruction of the wall of the alveoli. طبعا هاي الصورة ما بتتغير على مر السنين، يعني إذا عرفتوا كيف شكل الإنفيزيما على السي تي حتجاوبوا كل أسئلة السي تي بتجيكم بالامتحان. شوفوا كيف، شوفوا هاي نورمال، هاي الصورة نورمال ما فيها إشي. لو نيجي هون شوفوا كيف إنه الإنفيزيما بصير في عنا destruction للوول، بتتوسع، تمام؟ بصير في عنا إيش؟ dilation. طلعوا كيف هون، شوفوا كيف بقدر أرسم، بس لو أقدر مثلا أقلل لكم، تمام؟ شوفوا كيف هون أنا بقدر أرسم، تمام؟ هذا مش طبيعي إنه أنا أشوف هيك الألفيولاي يكونوا مبينين هيك معي، تمام؟ فهي صورة إنفيزيما، احفظوها، تمام؟ طيب برضو ممكن أنا أخذ بيوبسي خزعة، تمام؟ البيوبسي بحالة الكرونيك برونكايتس راح تبين لي accumulation of mucus، تمام؟ هاي زي هاي الصورة، هاي بيوبسي لكرونيك برونكايتس، في هون في عنا هون تجمع للميوكس، تمام؟ بالنسبة للإنفيزيما، الإنفيزيما بصير في عنا كولابس وديستركشن للإيرويز والألفيولاي، هيتها هاي أبنورمال ألفيولاي، تمام؟ حتى الأركيتكتشر شكلهم إيش؟ خربان، ديستورتد، أوكي؟ هاي صراحة أنا مش عارفة، أتوقع إنه فيها غلط. إفيسمنت مش هيك بتنكتب، يعني بحالة الهايبوكسي بصير عندهم effacement. الافيسمنت هيك بتنكتب، تمام؟ دقيقة اكتب لكم اياها. effacement هاي الافيسمنت، اوكي؟ بس اهم اشي تعرفوا انه بالكرونيك برونكايتس عنا ميوكس، وبالانفيزيما في عنا ايش؟ destruction للالفيولاي، وهي اشكالهم، تمام؟ احفظوهم. طيب في عنا اللي هو الفسيولوجيكال اسسمنت، زي ما حكيت فوق في عنا اللي هو الاكسجين ساتوريشن، كيف بشوفه على البلس اوكسيمتري. هياتوا البلس اوكسيمتري، البلس اوكسيمتري هو عباره عن ديفايس بنحطه على الفينجر تو ميجر ايش؟ الاكسجين ساتوريشن ديورينج بلسيشن، تمام؟ هياتوا مبين عنا قديش الاكسجين ساتوريشن 92%، بحكي لنا انه less than 94% انديكيت سيفير ديزيز، اوكي؟ هاي في معادلة إنه كيف نحسب الـ PaO2. برضو الـ ABGs اللي هم الـ Arterial Blood Gas كثير، هاي الرسمة، هاي الرسمة كثير راح تشوفوها بالامتحانات. هاي الـ ABGs هيك بيكون شكلهم، بتبين الـ pH، الـ PaCO2، الـ HCO3، تمام؟ الـ PO2، تمام؟ فهاي رسمة الـ ABG. طبعاً إحنا بحالة الـ COPD الـ ABGs راح يبينونا low O2 hypoxemia، وراح يكون عندهم hypercapnia. شو يعني hypercapnia؟ بيكون عندهم CO2 مرتفع، تمام؟ في الدم. طيب هسا بالنسبة للpulmonary function test اللي هم الPFTs، أوكي؟ اللي هو من خلاله أنا بشخص إيش؟ بشخص COPD اللي هو الspirometry، تمام؟ أكيد درستوا عنهم الFVC والFEV1، تمام؟ وفي آخر إشي اللي هو الإيكوكارديوغرام، عشان مش حكينا COPD بعمل لنا right heart failure، تمام؟ فأنا بستخدم الإيكو عشان أشوف الright side of the heart، وأشوف إذا في عندي heart failure أو لا، تمام؟ هاي أكيد شفتوها من قبل، اللي هي السبايرومتري، هيك بيكون شكلها، تمام؟ في عنا this is a lung spirometry on paper، تمام؟ هاي بتكون على ورقة. it has turned digital now، يعني هسه صراحة أنا لما داوم لبعيدون ورجونا إياها على ورقة، يعني إنه الجهاز منحطه مع المريض منخليه يتنفس عليه، تمام؟ تطلع الورقة ومنعمل interpretation، بحكي لنا إنه حاليا بيستخدموا الديجيتال رقمي مش ورق، تمام؟ ايش احنا بهمنا بالسبايرومتري؟ الـ FVC والـ FEV1 والريشي تبعتهم، تمام؟ لما شفنا الـ FVC للبيشنت تبعنا كانت 2. ليش بطل يكتب؟ دقيقة
أنا آسفة، تحملوني. أوكي. طيب، لما شفنا الـ FVC للـ patient تبعنا كانت 2.58 وهي طلعت 80%، بالتالي نورمال، تمام؟ لأنه إحنا النورمال عندنا من 80 لـ 100%. هلأ لما شفنا الـ F، طبعاً هون مخربطين، أوكي؟ عايدين الـ FVC مرتين، هي FEV1، تمام؟ الـ FEV1 للـ patient تبعنا كانت very low، 30% بس. إيش معنى 30%؟ يعني the patient only empties 30% of his vital capacity at the first second. يعني كمية الهواء اللي بطلعه المريض، تمام، بأول ثانية 30% من المتوقع، هاي نسبة قليلة كثير، تمام. This indicates إنه أنا في عندي إيش severe disease أو severe obstruction، هذا typical لل COPD، تمام. هسا بحكينا إنه أحيانا ممكن إحنا نشوف الـ ECG، بس الـ ECG مش سنسيتيف. شو يعني للكوربولمونالي؟ ايش يعني كوربولمونالي؟ كتبت لكم اياها هون. كوربولمونالي معناتها heart failure، تمام، HF اختصار ل heart failure، بسبب lung disease usually COPD. انتو بتعرفوا ان الـ heart failure بالعادة بتكون مشكلة اساسية يعني بعضلة القلب، تمام، بس الكوربولمونالي هو heart failure صار بسبب lung disease وبالعادة بيكون سببه COPD. فاحنا بتعرفوا احنا مشاكل القلب نستخدم في تشخيص الـ ECG احيانا، تمام، فممكن استخدم الـ ECG، بس بحكينا انه هو مش sensitive. اكثر اشي sensitive اللي هو الـ echocardiogram، هاي صورة echo، تمام، منشوف فيها الفانكشن والسايز تبعت الرايت فنتريكل عشان نعرف اذا في عندنا كوربولمونالي، تمام. هلا الدياجنوسس تبعنا بناء على الهيستوري والفيزيكال والانفستيجيشنز اللي عملناهم هو COPD، اي نوع اللي هو ذا انفيزيماتس تايب، وفي عندنا سيفير اوبستراكشن بناء على الاف اي في 1 اللي طلعت عندنا. الريستنج هايبوكسيميا عنده مايلد، حكينا هو كان عنده قديش البلس اوكسيمتري عنده 92%، فعنده مايلد، اوكي، تحت ال 92 بنعتبرها سيفير، اوكي. وكان عنده كورب هولمونالي، ليش؟ كيف عرفنا انه عنده كورب هولمونالي؟ لانه في عنده ادمة حوالين الانكلز، تمام. ايش النسبة بالتريتمنت؟ لما انا بدي اتعامل مع مريض COPD بيهمني ثلاث شغلات. اول اشي بدي اقلل البروجريشن للديزيز، تمام، انه ما بدي اخليه يصير وضعه اسوأ. برضو بدي احسن السمتمز تبعون المريض، اقلل من الكاف، اقلل من السبيوتم، اقلل من الدسنيا، تمام، وبدي امنع الاكزازربيشنز، بدي امنع انه هو يدخل على الاي ار، تمام. كيف؟ بتكون تعرفوا انه هون الجايد لاينز اللي انا مستخدمهم اسمهم جولد، تمام، وبمشي خطوة خطوة. كيف؟ أولا spirometrical confirmed diagnosis، مش إحنا كيف كنا نشخص الـ COPD؟ إنه الريشي بتكون الـ FEV1 للـ FVC بتكون أقل من 7، تمام؟ هيك أنا أول إشي شخصت الـ COPD بناء على الـ spirometry findings. بعدين بدي أشوف الـ airflow obstruction. كيف كنا نعمل assessment للـ airflow obstruction؟ من خلال الـ FEV1. من خلال الـ FEV1 بقسم، بعمل 4 grading اللي هو Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4. Gold 1 أكثر من 80، Gold 2 من 50 لـ 79، Gold 3 من 30 لـ 49، Gold 4 أقل من 30، تمام؟ بعدين بدنا نعمل assessment للسيمتمز لأعراضه، تمام؟ والإكزازربيشنز اللي عنده، تمام؟ كيف؟ بيقسموهم لـ E و A و B، يعني في عندنا جروب E، تمام؟ في عنا جروب A، في عنا جروب B. جروب E بيصير عندهم، خليني أشرح لكم إياها هون أوضح، تمام. جروب E عندهم 2 or more moderate exacerbations، تمام، أو عندهم 1 exacerbation أو أكثر وسببت hospitalization، البيشنت دخل على المستشفى، تمام. جروب A و B، جروب A و B، تمام، عندهم 0 or 1 moderate exacerbation بس ما صار عندهم أي hospital not leading to any hospital admission، تمام؟ أوكي. طيب كيف أنا أقسم جروب A وجروب B؟ هياتهم هون، هاي صراحة يعني advanced عليكم بس هشرح لكم إياها، تمام، اللي هي الـ MMRC والكات. هم عبارة عن استبيانات، شوفوا هاي شكلهم، هاي الـ MMRC. الـ MMRC هو زي استبيان أو سكيل أنا بستخدمه عشان أشوف الديزني، قديش الـ degree of disney عند الـ patients من 1 من 0 لـ 4. فبحكي إن إذا الـ patient هون كان عندي
الـ MMRC تبعه من 0 ل 1 بحطه مع إيش؟ مع جروب A. إذا كان عنده أكثر من 2 تمام بحطه مع جروب B. أوكي الكات نفس الإشي هي كويستشنير، هاي اللي تشوف كيف شكلها تمام، عشان نشوف الأعراض اللي عنده تمام، قديش أنت بتطلع كاف، قديش بتطلع ميوكس، وإلى آخره تمام. بس عشان تتخيلوا إيش هم الـ MMRC والكات تمام، زي استبيان عشان أحدد السيفيريتي تبعت السمتمز اللي عند المريض تمام. فهون إذا الكات أقل من 10 بحطه مع جروب A، إذا الكات أكثر من 10 بحطه مع جروب B. طيب ليش إحنا عملنا كل هالتصنيفات والجروبات؟ عشان أنا أعرف كيف بدي أتعامل مع المريض، كيف بدي أعطيه الدواء تمام. فبتكو تعرفوا إنه جروب E تمام، جروب E وضعهم سيفير، فمنعطيهم لابا ومنعطيهم لاما تمام، اللي هو لونج أكتينج بيتا أجونست ومسكورينك أنتاجونست تمام. هسا بحكي لنا هون معلومة إنه consider لابا زائد لاما زائد inhaled corticosteroid إذا كان البلد إزينوفيلز أكثر من 300 تمام. هاي الحالة اللي نزيد فيها الانهيلد كورتيكوستيرويد. في عنا هون كمان جروب A نعطيهم برونكودايليتر تمام، أي نوع أي نوع بدنا إياه. أما جروب B بعطيهم لابا زائد لاما زي حالة إيش؟ جروب B تمام. هون بحكي لنا إنه هون ماشي معنا من مايلد سي او بي دي لسيفير سي او بي دي، وكل مرة كيف بنغير الأدوية تمام. بالأول بعطي سابة أو سامة حسب إيش؟ حسب الحاجة as needed، بعدين بعطي سابة وسامة، بعدين إحنا شوفوا بنبلش بالحالات المايلد بالشورت أكتينج، بعدين ننتقل لمين؟ لللونج أكتينج، بعدين بعطي يا لاما أو لابا، بعدين بعطي لاما ولابا، بعدين بضيف إنهيلد كورتيكوستيرويد، آخر إشي بضيف الرفليملاست. نوع من أنواع الأدوية هو بندرج تحت عائلة فوسفودايستريز إنهيبيترز، ما بهمكم، بس بتعرفوا إنه هو بقلل أنتي إنفلاماتوري، عنده أنتي إنفلاماتوري يعني بروبرتيز، بقلل من الالتهاب تمام. أو ريجولر أزيثروميسين، أزيثروميسين نوع من أنواع المضادات الحيوية تمام. في برضو هون بدكم تعرفوا إنه إحنا بالسي أو بي دي بهمنا نعمل non-pharmacologic management أوكي. أهم واحدة فيهم اللي هي السموكينج سيسيشن، هون برضو مقسم لكم اللي هو المانجمنت حسب الجروبات A، وفي عنا جروب B و E. جروب A أهم إشي بحكي لنا اللي هو في عندك essential, recommended وبناء على local guidelines. أهم إشي بتكون تعرفوا إنه إحنا منركز على السموكينج سيسيشن تمام. برضو ممكن نركز على الفيزيكال اكتيفيتي، هون في انواع فاكسينيشنز انا بستخدمهم، فلو فاكسين وفي النموكوكال فاكسين راح احكي لكم عنهم لقدام، وبيرتسس فاكسينيشن، كوفيد فاكسينيشنز، شنجل فاكسينيشنز. يعني بدكم تعرفوا فيزيكال اكتيفيتي، سموكينج سيسيشن، وفاكسينيشنز هاي من ايش؟ نون فارماكولوجيك، يعني ما لها علاقه بالادويه اللي انا بعطيها للبيشنت اوكي تمام. في هون pulmonary rehabilitation، rehabilitation هو زي program أنا يعني بستخدموه اللي هم تبعوني لل COPD، إنه مثلاً زي physical therapy، إنه مثلاً بعملهم chest percussion عشان أطلع الميوكس عشان يحسن النفس عندهم تمام؟ أوكي زي ما حكينا أهم إشي في المانجمنت للسي او بي دي بيشنتس اللي هو سموكينج سيسيشن. سموكينج سيسيشن بحكي لنا انه the most useful way to stop the progression of السي او بي دي is smoking cessation. يعني انا اذا بدي اقلل البروجريشن من السي او بي دي، هاي معلومه مهمه ممكن تجيكم سؤال تمام، the most useful way انه انا اوقف دخان تمام. هسه طبعا انا كيف بدي يعني اشجع المريض انه يوقف دخان؟ في عندنا شيء اسمه 5 A's تمام، زي approach أنا بستخدمه عشان أشجع البيشنت يوقف دخان تمام. عنا أولا A ask، ثاني A advice، 3 assess، 4 assist تمام، و 5 arrange. طيب A شو يعني A ask؟ what do you smoke؟ أول إشي بتسأله شو بتدخن، سجاير، بتدخن فيب، أرجيلة، بسأله how much do you smoke؟ قديش بتدخن باكيت في اليوم؟ قديش طال لك بتدخن؟ How long have you smoked؟ أوكي؟ فأنا أول إشي استخدمته اللي هو ask. ثاني إشي بستخدم اللي هو الادفايس.
بحكي له انه عن الهارمفول افكت اند الايرت بيشنت تو كويت، يعني انا بحكي له عن المضار الدخان، اوكي انه الدخان بيعمل لنج كانسر، الدخان بسبب ممكن اوبيزيتي، اوكي برضه اسس يعني بدي اشوف في الويلنس اوف البيشنت تو كويت، هل البيشنت اللي قدامه اللي قدامي عنده قابليه انه يوقف دخان؟ تمام، assist معناتها اساعد، help create the best plan، احط له خطه تمام عشان يوقف الدخان. تمام، arrange كيف؟ يعني انك اعمل له follow up، تبع مع المريض if quitting within one week of the quit date. في عنا اشي رح تاخذوه بالفاميلي اللي هو quit date، يعني المريض بحكي لك انا خلاص تاريخ مثلا 1/7 بدي اوقف دخان، بحكي له اوكي وقف دخان انت ب1/7، تعال علي بعد اسبوع. تمام، هاي معنى الرينج، اني انا اعمل له فولو اب بعد اسبوع من ما هو وقف دخان. هاي معلومة كثير مهمة ركز عليها الدكتور بالمحاضرة، انه انتم بتعرفوا السي او بي دي والازمة بيصير عندهم اكزازربيشنز، اوكي سبب الاكزازربيشن بحالة السي او بي دي بكتيريال انفكشن، اوكي يعني ايش نوع الانفكشن بيعمل سي او بي دي اكزازربيشن؟ بكتيريال. اما بحالة الازمة نوع الاكزازربيشن سببه فيروس، اوكي هاي معلومة كثير مهمة. بدكم تعرفوا انه في عنا هون انهيلر جايد، زي ما حكينا في عنا سابا ولابا ولاما، ومش كان في عنا كومبايند لابا ولاما، شوفوا كيف اشكالهم. تمام، ما بعرف ليش صارت الشاشة سودا، اوكي طيب دقيقة نحاول نطلع ونرجع. اوكي هياته طيب، يعني هان صراحة مش شايفة انه في اشي بندرس منها. تمام، اخر اشي عنا اللي هو ايش الانترفينشنز اللي انا ممكن اعملها تمام عشان اقلل الاكزازربيشنز. زي ما حكيت موضوع الفاكسينيشن كثير مهم، واهم تو فاكسينيشنز بدكم تحفظوهم لمرضى السي او بي دي اللي هو الانفلونزا والنموكوكل. تمام، برضه بدي امشيهم على برونكو دايليترز اللي هو لابا ولاما. تمام، وبرضه بمشيهم على لونج تيرم ماكرولايدز، زي مبدا الازيثرومايسين حكيت لكم عنه فوق، نوع من انواع المضادات الحيويه، لانه حكينا موست كومن كوز اوف الاكزازربيشنز اللي هم ايش؟ بكتيريال، فانا بقدر اعطيهم هون انتيبيوتكس على عكس الازمه اللي هم فيروسز، فما بقدر اعطيهم انتيبيوتكس. برضه بمشيهم على انهيلد كورتيكوستيرويد، والرفليملاست حكيت لكم هو من عائله الفوسفودايستريز انهيبيترز، ايش اهميته؟ انه بيقلل الانفلاميشن بالايروي وبيقلل عنا الميوكس. تمام، فبيفيدنا بحالة السي او بي دي. تمام، بدكم تعرفوا انه هاي معلومة كمان، انه لما البي او 2 يكون اقل من 88% بدي اعطي البيشنت اكسجين ات هوم، يعني رجعه باسطوانة اكسجين على البيت. تمام، هاي كثير مهمة، ويعطيكم الف عافية.